ان مصر مش دوله خلقت في 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 لحظه في لحظه من في لحظه غفله من الزمان، لا، مصر فعلا خلقت لتبقى وخلقت طبعاً لتكون نموذج جيد جدا يحتذى به العالم كله. طيب اللاجئين المتواجدين الحياه في مصر زي ما قلنا بيعيشوا وسط المصريين زيهم زي المصريين، بيندمجوا معاهم في كل الاماكن وفي كل المواقع، كلمني فعلا عن الجزئيه دي وازاي هم بيندمجوا وسط الشعب المصري وما بيبقاش في الحقيقه اي نوع من التمييز في المعامله ما بين أي مواطن مصري وما بين أي ضيف من ضيوف مصر. فكرة المواطنة بعيد عن الأطر القانونية أو الأطر الحقوقية بتاعتها وتعريفاتها الجامدة، فكرة المواطنة متطبقة في مصر من آلاف السنين، دائما وأبدا مصر تستوعب الجميع، دائما وأبدا مصر مضيافة، دائما وأبدا مصر فاتحة قلوبها وبيوتها وعقلها للناس كلها. النهاردة بنشوف أي حد من أشقائنا أو من ضيوفنا بيبتدي إن هو بيشتغل في مصر، عنده محلات، ابتدى إن هو يكسب، ابتدى إن هو يخلق لنفسه استثمار جيد، ابتدى ان هو يخلق لنفسه وضع اجتماعي جيد، ده ما كانش ان هو هيتحقق لو كان هناك نبذ مجتمعي للضيف، لو لم يكن هناك زي ما شفنا في بعض الدول الاخرى، مش حابب اتحدث عن حد، بس زي ما شفنا في بعض الدول الاخرى كان هناك صور مسيئه وغير انسانيه فيما يخص التعامل مع الوافدين او اللاجئين هناك، ولكن انت تعلم سيادتي ان مصر ما فيش فيها معسكر واحد للاجئين. لو بصينا شمالا او شرقا او جنوبا ربما هنشوف بعض في بعض الدول المجاوره هنشوف معسكرات، ونشوف ان بعض الدول تتاجر بقضايا اللاجئين وبعض الدول بتمد ايديها للمجتمع الدولي عشان تاخد عشان تصرف على اللاجئين، لكن زي ما قلت لحضرتك الطرح المصري طرح متفرد ومختلف. مصر فيها اللاجئ هو ضيف وعايش ليه كافه الحقوق والحريات، حمله زي حمله 100 مليون صحه كان بيستفيد منها كل الناس، الدعم المقدم سواء في الكهرباء او البنزين او الميه بيستفيد منه كل الناس، ما بقولوش وريني بطاقتك او وريني بطاقتك ولا وريني باسبورك، الكل صح. بيحصل على كيف على كل الحقوق، وده زي ما بقول لحضرتك ان مصر خلقت مسار متفرد فيما يخص فكره تطبيق المواطنه الكامله، وهو دوت هو دوت المنظور الشامل اللي بتنتهجه الدوله المصريه في فكره تقديم طرح جديد فيما يخص التعاطي او التعامل بشكل اكثر ايجابيه مع قضايا الحقوق والحريات، وان احنا بناخدها من خانه الطنطنه والحديث النظري الى خانه التطبيق الفعلي وجعل هذه الرؤى كلها تنعكس بشكل اكثر ايجابي على المجتمع ككل. عايز اروح لنقطه مهمه يا استاذ محمود الحقيقه، وهي الجزئيه الخاصه بان مصر لم تتلقى يعني ابدا اي مساعدات دوليه لمعاونتها او مساندتها في التعامل مع اللاجئين الموجودين على اراضيها اللي حضرتك ذكرتهم ان هم اكتر من 6 مليون وشويه، يعني كلمني عن اهميه هذه النقطه. مصر طول عمرها بلد خير، زي برجع لحديث تاني في بدايه حديث مع حضرتك اما سيدنا يوسف قال اجعلني على خزائن الارض، مصر فيها خير كبير جدا وفيها خير يسع العالم كله، بس احنا دايما بنقول ان مصر سبحانه وتعالى ربنا خلقها علشان هي فيها حاجه بتجمع كل العرب حول منها، بتجمع كل الناس حول منها، النهارده مصر اللي تعافت من اثار تسونامي الربيع الغربي وقامت بعد عام الدمار الشامل بتاع 2012 بتاع جماعه الاخوان وزوال حكم الاخوان الارهابي، مصر قادت حركه في الاصلاح الاقتصادي اظن ان الجميع النهارده بيرى اثرها، يمكن ما اكونش انا وانت اللي بنشوف الكلام دوت، ولكن لك ان تتخيلي ان البسيط ويعني الناس البسطاء ملح الارض الحقيقيين ان هم ابتدوا يتكلموا على النهوض المجتمعي اللي حصل سواء في السكن اللائق، سواء في 100 مليون صحه، سواء في تكافل وكرامه، سواء باستجلاب انظمه تعليميه متقدمه جدا، اعاده بناء الجيش المصري وتطوير قدراته، كمان بتتكلم على فكره استعاده مصر دورها في محيطها سواء الاقليمي او محيطها الدولي، كل دوت بيقول ان مصر كمان نجحت في تحقيق ملف الامن، وتحقيق ملف الامن ده شيء مهم جدا علشان يقدر ان هو يعمل عمليه استجلاب او 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 استدعاء لرؤوس اموال اجنبيه، ابتدت ان هي بتدور على مناخ امن للاستثمار. مصر حققت كمان اكتر من ده كمان يا استاذ ريهام فكره مفهوم سياده دوله القانون، مفهوم سياده دوله القانون بيخليني انا وانت ماشيين في الشارع وعارفين ان حقنا متصان، بيخلي المستثمر اللي جاي معاه فلوسه امن على نفسه وامن على بيته وامن على استثماراته، ما عندناش اي اشكاليه، فده بيخلي النهارده في واقع جديد ابتدى يتخلق في الدوله المصريه، فكره النمو الاقتصادي، الاصلاح الاقتصادي العالم كله اشاد بيه، اللي اعتقد شفنا اثاره في زي ما قلت لحضرتك في مشروعات عملاقه زي تكافل وكرامه او في السكن اللائق والكريم ومئات المدن او عشرات المدن الجديده اللي دشنتها الاداره المصريه الرشيده، ده كله خلى الوضع الاقتصادي في مصر بيبتدي بيكون احسن، واظن ان السنين اللي جايه باذن الله ان شاء الله هتشهد تاني ان مصر ترجع تاني لمكانتها التي تليق بها، لان هي بتستند على ارث ثقافي وحضاري وتاريخي وديني محترم جدا جدا قوامه آلاف السنين. طيب.